سيداتي سيادتي سادتي، أجمل تحية لكم من ملعب الملك فهد حيث تقام مباراة اليوم في ظل الأجواء الجميلة والطقس المثالي. كالعادة سأكون معكم محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق، ومواجهة اليوم تأتي ضمن مسابقة الدوري حيث سيكون فريق النصر السعودي في مواجهة الفيحة السعودي. ننتظر مباراة كبيرة من الفريقين ونتمنى بأن تكون مليئة بالإثارة والمتعة. يستخلص الكرة وينهي المحاولة. تاخت سيدس، المنافس يسيطر على الكرة، بيعدي وبيمر بالكرة. كرة بتضرب الخط الخلفي. ترتفع الراية هنا مشاهدينا لتنهي الهجمة مبكرا. لعبة كانت واحدة وتمريرة رائعة، من المؤسف بأنها تنتهي بهذا التسلل. تدخل بشكل سليم، شوف استعادة الكرة بطريقة مثالية. العيون على رونالدو وأكيد عليه ضغوطات كبيرة لكي يقدم مستوى كبير اليوم. تتكلم عن إمكانيات كبيرة في التعامل مع الكرة، تتكلم عن الموهبة الواضحة للجميع، تتكلم عن القدرة على صناعة الفارق في أي لحظة. تمريرة للخلف من عرضية. تغيير الوضع الآن، بدأ الفريق يستحوذ على الكرة وأصبح هو المسيطر. تاخت سيدس، يا سلام حلوة البينية. دخول طاش في منطقة الجزاء بانتظار قرار حكم المباراة. عمل جيد في قطع الكرة، وكرة باتجاه المرمى. مستحيل، من يقول ما فيها أهداف؟ وفيها أهداف، هدف أول يكسر التعادل. شوف الإعادة، أي قوة، وكأنه يريد الانتقام، وكأنها آخر تسديدة في حياته. لم تنتقد الكرة إلى الدقة رغم هذه القوة. حقيقة الحارس لم يكن لديه فرصة للتصدي. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. يا سلام، انظر إلى هذه التمريرة. تصدي ولا أروع في هذه اللقطة، مجهود كبير في الارتماء. غونزالو مارتينيز، كرة التعادل. التعادل من جديد، أي ندية وأي إثارة. كل فريق غير قادر على فرض أسلوبه وسيطرته على المباراة. شوف القمة، شوف التكافؤ حتى الآن. متابع إعادة الهدف ونشوف القوة الكبيرة في التسديد. قوة لكن كان فيها دقة، فيها توجيه أيضا تجاه المرمى. هدف التعادل إذن، النتيجة الآن 1-1. الغنام، كرة خطيرة من على الأطراف، كرة في مكان خطير. يا سلام على اللقطة، على التصويبة، لعبها صح بكل دقة بكل قوة. مرت الكرة، عدت الكرة، ضاعت الفرصة. أصحاب الأرض يتفوقون في السيطرة والاستحواذ على الكرة. هذا الاستحواذ حتى هذه اللحظة لا يفيد الفريق في أي شيء، المهم هو الفوز، هذا ما تبحث عنه الجماهير. وحتى هذه اللحظة لا يخلق الفريق فرص كافية لتهديد المرمى، وكل ما تأخر التقدم في النتيجة تصبح الأمور أصعب ويصاب الجمهور بالإحباط. أضاعوا الكرة. هجوم النادي الفيحة في هذه اللحظات، لكن لا يستمر الهجوم. كان ممكن نشوف لعبة خطرة هنا، ممكن نقل الكرة والبحث عن هجمة مرتدة. كان ممكن فرصة لاستغلال الهجمة المرتدة بشكل أفضل. ماذا سيفعل الآن؟ يفقد الكرة. كريستيانو رونالدو،
دقيقة واحدة كوقت بدل ضايع. كريستيانو. الشوط الأول ينتهي بهدف مقابل هدف. نعود لملعب الملك فهد وبداية الشوط الثاني. يا مجنون يا أخي، أنت كيف تلعب؟ شوف الهروب من الرقابة. الرشيدي يلعبون الكرة بهدوء وبدون استعجال لتسجيل هدف التقدم. يمنع عبور التصويبة. اعتراف في الوقت المناسب يمنع الخطورة. البحث عن هجمة مرتدة. مجهود مميز لكنها بتروح سهلة إلى حارس المرمى بدون أي خطورة. تمريرة بدون تركيز تذهب للفريق الآخر. كرة بتتخلص قبل أن تأتي الخطورة. تماس لنادي النصر. الغنام. كريستيانو رونالدو. يا رباه، روعة وتألق، ارتماء سريعة وتصدي على الطاير. بيلعب الكرة الوسطى 18. أرسل كرة رأسية لكن الكرة بعيدة عن المرمى. واضح تأثير الضغط الدفاعي في اللقطة الماضية. النصر يهاجم الآن. غونزالو مارتينيز. كرة بتضيع. بشكل غريب يخرج الكرة إلى خارج الملعب. تغيير في صفوف فريق الفيحة. كسر الخط الخلفي بكرة بينية ممتازة. ممتاز التصدي، لم تنتهي الخطورة. ثلث ساعة فقط تفصل عن نهاية المباراة. بتهور كبير، تدخل في ممتاز التسديدة. يا رب، هدف من نصيب الفيحة. نتابع الهدف مرة أخرى، واللي كان من هجوم مرتد سريع. ومن ثم شاهد الفنيات الجميلة في إنهاء الكرة بهدوء وأناقة على الطائر في المرمى. النصر متأخر في النتيجة. كرة مقطوعة. نادي الفيحة يتقدم ويهاجم الآن. حسابات غير دقيقة في ركن الكرة تجعلها تخرج بهذا الشكل وبتروح بعيدة عن المرمى. وضعية الجسد وطريقة ركل الكرة تصنع الفارق بالتأكيد. الخيبري. غونزالو مارتينيز. مستحيلة هذه اللقطة. شوف الكرة اللي غيرت مسارها، خدعت الجميع. لمسة واحدة بعدت الكرة. كم ممكن تسجل هدف في اللقطة الماضية؟ الآن لا صوت يعلو على صوت الجماهير لدعم ودفع فريقها لتسجيل التعادل. يا الله على هذه الكرة. تعادل قرب قرب. إذا استمرت الأمور بهذه الطريقة، الفرصة كانت خطيرة في اللعبة الماضية وفرصة التعادل مستمرة. الآن بدأ العد العكسي، تتكلم عن 9 دقائق فقط على الصافرة. دقائق قليلة تفصلنا عن النهاية. شوف المدرجات كيف تشتعل، شوف الدعم، شوف فرصة للتعادل. كرة للتعادل الآن. القائم يتصدم. الله على إثارة كبيرة في الدقائق الأخيرة. محاولة لإدراك التعادل تنتهي بالعارضة.
غاب عنهم التوفيق بعد مجهود كبير فيه. كادت أن تكون رصاصة الرحمة، لكن التصدي ممتاز في وقت صعب يبقي الفريق في المباراة. كرة بيخلصها المنافس. الحكم يشير إلى دقيقتين فقط كوقت بدل ضايع. يستخلص الكرة وينهي المحاولة. إذا الحكم يحتسب التسلل. أعتقد أنه كان قرار شجاع، لأن اللاعبين كانوا قريبين جدا وكانوا على خط واحد. تنتهي المباراة مشاهدينا. النصر يخسر هذا اللقاء. لا أحد يحب الخسارة بالتأكيد، ويصبح الأمر أصعب عندما يكون عليك أن تتقبل الخسارة بفارق هدف.